موجة ارتفاع الأسعار لم تشمل المواد الغذائية ولم تشمل أيضا الخضروات واللحوم الحمراء فحسب، بل أيضا هناك ارتفاع كبير خاصة في تعريفة التاكسي والنقل بصفة عامة. الحياة FM خرجت للشارع ورصدت لكم آراء المواطنين. أنا بقى معناتها اليوم معناتها تاع ارتفاع التاكسيات والواجهات معناتها النقل بصفة كل معناتها التاكسي تركب تلقى 900 معناتها ذي ما بتشي هو ده شخصي هو الارتفاع هذايا رأوا كل شيء زيت معناتها أنت زيت ثلاث مرات في المازوت والليسونس عنده الحق وما زيد زاد فهمت كيفاش كلها مربوطة بعضها معناتها كلها مربوطة بعضها معناتها كل شيء مربوط بعضها كل يوم ترى الزيادات هذه كل يوم هذه الزيادات كل يوم هذا تجي تركب في النقل انت دعامي واحد ما عادش الواحد حتى شيء باش ينجح فهمت ياسر خلطوا علينا زيد ياسر زاد هو زاد يقول لك اخوي التاكسي تمشي يا بابا تحث معناتها التاكسي ما تمشيش بالليسونس تمشي بالغاز تاكسيات مغلوبه كلها 7000 فرنك دبوزا غاز هو يزيد في التاكسي اللي تطلع انت تحط لك 900 دينار هذا كل شيء غلي كل شيء قال لك اخوي انا نصلح التاكسيات وحفر وكذا وانا نصلح وكل شيء اخوي الزيادات الواحد ما عادش بلاجم لحظة كاسكروت ما عندك ألف كاسكروت بس بعطش ربيع كاسكروت ولا بل فيه بليش أنت البطاطا تزيد كل يوم العظام تزيد كل يوم ما عندك كل يوم وراء بالزيادة راي عادية راي عادي زيدك بالخمسة آلاف وبالثلاثة آلاف تعريف متى التاكسي زيد ظلوم في ظلوم يا أخي عبيد تخدم بالغاز عبيد غليت علينا الغاز غليت يا أخي ما ليش هو يطلع بدينار عليه عليهم يا اخي العباد ما عادش تاخذ تاكسيات ما عادش تنقل ما عادش مانيش نعيشوا في راي فما طبقه الفوق وفما طبقه اللوطه التاكسي للزويلي ما بنعرفش انا عبد لاباس عليها عندك راه التاكسي مش ياخذ فيها الزويلي مش باش ياخذ فيها لاباس عليه ونطلع حلو ل 900 الويه معناها حل الباب ويطلع 900 معناها مش يطلع للمنصوره يحب له ياخذ قرض باش يطلع للمنصوره ويروح قسم على ربي يهديهم وبالرسمي البلاد هذيا ما عرفش كيفاش مش تقوم لها قائمه ولازم حل وكهو تشوفونا حل اخويا كونتي تكسر بلي دينار فرانك شنو حل الزوالي بلي ياخذ 20 دينار كيفاش يطلع منها ويطلع منها هيك منها بدينار تاكسي بلي ب 20 نار اش مازال فيها التاكسي ما عادش حد شيء يا اخويا كتعمل مزيا شوفونا حل في التاكسيات اخويا خلينا 450 و500 فرانك اخويا احنا من العسل تو انت تشوف طماطم زياده وفلفل زياد وزيت مصاميش كل مش تكره على التاكسي ليت المازوت راهي ب 1908 وليت الليسونس ب 2525 كان باش يخدم هو بليسونس تحب له 100,000 يوميا كان بالمازوت تحب له 60 دينار دبوس الغاز تولي ب 24 ولا 23 كان باش يخدم هو بدبوسين معناها 48,000 شنو هي 900 انت الكهرباء الكهرباء يمشي يشري الكهرباء ب 60 مليون 70 مليون يخدم بها 10 سنين وبعد يمشي يبيعها ب 4 ملايين وانا مربوح لهنا لحد دبوس الغاز باش يعاود يزيدك في المحروقات باش يعاود يعمل لك تعديل اخر هما كله تعديل واللي هي زياده ديما يزينوا فيها ما هي راهي زياده في الافاش كل اللي خسره والمواطن الضرب كله عند شكون مو عند المواطن ولا المواطن هاو راض جيتو كان على التاكسي هيا معناها كي انت تزيد في تعريفها نتاع تاكسي باغ اكزومبل اي انسان مش ياخذ تاكسي معناها تاكسي من هنا للمنصور كلف 5000 تولي هل انت تراها هي حاجه عاديه ماهيش حاجه عاديه معناها الواحد ياخذ تاكسي للضروره انه مزروب انه الدنيا بارده انه مش واصل صغيره ولا بالتالي راهي التاكسيات لينا احنا الفقراء خاطر نلبس عليهم راهم ما يركبوش في تاكسيات نلبس عليهم كلهم بكرهب وحتى حد منهم تلفت لنا في الاخر لي زيتيديون اللي يروحوا كل جمعه سامحني ولا رجعوا دو بوش نتاعهم هو شنو اصلا باش يزيدوا هما ينحيوا له منهم حق الواجد الكلنا اللي تجونات الكلنا نسخافوا بالواج على خاطرها اسرع وعلى خاطرها موجوده في كل وقت وتنجم تلم ركيبها الكيران ما تنجمش معناها ما عنديش وقت الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه